أهم من دوت اللي احنا نعرف أساساً نوع بشرتنا إيه. لأن كل نوع بشرة بيختلف عن نوع البشرة الآخر. ما أقدرش أن أنا أستخدم مستحضرات للبشرة الجافة أو البشرة الدهنية أو البشرة المختلطة. أنواع البشرات طبعاً البشرة الحساسة دي بشرة ما بنعتبرهاش بشرة. دي بنعتبرها عرض العيان أو المريض بيجي بيشتكي من تهيج من بشرته استخدم مستحضرات ممكن ما تكونش وصف الدكتور. طيب البشرة الدهنية العيان بيجي يشتكي من زيوت على بشرته وخصوصا في منطقة التيزون أو هنا البشرة المختلطة اللي هو ما بين البشرة الدهنية والبشرة العادية. دي أنواع البشرات الدهنية أو البشرة العادية أو حتى البشرة الجافة. البشرة الجافة يعني العيان بيجي يشتكي من قشور وجفاف في منطقة الوجنتين تحديدا، وده اللي بيعانوا منها المرضى في البرد وفي فصل الشتاء. يبقى ما أقدرش أن أنا أستخدم أي كريمات أو أي مستحضرات إلا ما أعرف نوع البشرة بتاعته، وده طبعا المفترض اللي هو عن طريق وصفة الطبيب المعالج. هذا هو الكلام الصح. بس دكتور الآن الفترة الأخيرة قاعدين نشوف كريمات، كريم الليل كريم النهار، من دون أنه هذه معنية البشرة دهنية ولا جافة ولا مختلطة. يعني أنا آخر شيء كنت في الصيدلية اشتريت كريم فقط كريم الليل وكريم النهار، هنا في مشكلة. طيب أنا كيف أختار؟ صار الآن الكريمات محدودة بالعمر، يعني من عمر كذا لكذا تستخدم هذا النوع من الكريم. لا يا فندم، المفترض ان هو طيب انا دلوقتي بشرتي بشره جافه، يبقى لازم اهتم بالترطيب. لان الترطيب الكريمات المرطبه سواء اللي بتحتوي على كريمات، حتى كريمات الترطيب الانواع الجديده، كريمات الترطيب الجيل الثالث اللي بتحتوي على الزنك، وبرضه ده بوصف الدكتور. ما ينفعش ان انا استخدمها للبشره الزيتيه، ولو استخدمت حتى كريمات الترطيب للبشرة الزيتية مع الكريمات البشرة الدهنية أو البشرة الجافة ممكن تزيد عندي بعض البثور وبعض الحبوب. طيب كريمات النهار، لو أنا استخدمت كريمات الترطيب أو كريمات المستحضرات بتاعت بالنهار وأنا تعرضت مثلا للشمس من غير ما يبقى فيها وقت الشمس المناسب، ده ممكن بتسبب لي بعض التهيج فغيرت لي نوع بشرتي. وده طبعا عادة البنات لما يجي حتى يستخدموا وقت الشمس وحابين يحطوا مكياج، ده طبعا لا يتناسب مع البشرة بتاعتهم. طيب دكتور، لما نحن بنشوف يعني باختلاف الشركات الموجودة الآن، خلاص صار في وعي عند البنات كثير أنا بشرتي جافة أو دهنية، كيف أنا يعني أقتني الكريمات هذه اشتريها بالنسبة على أي أساس؟ خلاص أنا عارف أنه بشرتي جافة مثلا، البشرة الجافة يبقى بنهتم بكريمات الترطيب. كريمات الترطيب البشرة بتاعتي يبقى أنا مستخدم مثلا زي ما قلت لحضرتك كريمات الترطيب الجيل الثالث اللي فيها مثلا الزنك أوكسيد أو السيراميد، دي كلها بتحتوي على المواد الفعالة الوصف أوكي، يعني نهتم في مكونات المواد الموجودة. ده صحيح. طيب لو أنا هستخدم أنا كريمات الترطيب بتاعتي ممكن استخدم كريمات الترطيب. طب خليني ان انا نفرق دلوقتي، طب ليه انا بستخدم اصلا كريم؟ الكريم عشان هو بيقدر يعالج لي الطبقه السطحيه من التشققات او الجفاف اللي موجود في البشره. لما الكريم بيقدر في استخدامه في الامتصاص السريع اللي هو بيقدر يفرق لي ما بينه وما بين بعض المستحضرات الاخرى عن الاوينتمنت مثلا، يبقى ده يديني تحسن.